بيوتي باي ليلى، واليوم لكل الرجال يلي عم بيتابعونا الفقرة لألكن، مش هيك؟ صحيح. للعناية بحالنا من خلينا نقول من وقت ما نوعى شو لازم نتعلم نعمل، صح؟ ولا صراحة اللي هالستات عم بيعملوا كتير اشياء ليرضوكن، ليبينوا حلوين، بيلبسوا كعب عالي وبيتعبوا كل النهار، بشدوا الاشياء، بيزبطوا شعراتهم، بغيروا الوانهم، عندكم كم شغلة يعني مقبولة انه نقول لازم انه نتأيد فيهم، to respect ourselves in society، لنترك هالاحترام الحلو لنا بالمجتمع. وهون بتبلش من ساعة ما بنصحى لساعة ما ننام لوجودنا بالمجتمع. أنا بدي أجرب أختصر الأشياء اليوم لنعمل بعدين حلقات مفصلة عن هالموضوع. بالبداية مفروض أنه لما بصحى على بكرة أول شيء يعني بنحس فيه أنه بدي أخذ شاور. لأخذ شاور بدي بلش قبل الشاور to brush my teeth. ليش؟ لأنه لما بفرش أسناني بيعطيني هالفريشنس، بشيل هالتراكمات اللي بتصير بالليل بالفم، وبفوت على الباث مرتاح أكتر. أما طريقة كيف فرش أسناني، إذا كنت عم بستعمل whitening اللي هو ببيض أسنان، عنا عادي أنه منفرش هيك ومنوقف. المفروض أنه الرجل، لأنه جسم الرجل أتقل بالحياة، يعني عنده مكوناته دايما بيعرق أكتر، بيأكل أدسم حتى لو بينتبه، كل البنية تحمل أنه نعطي شوية وقت أكتر بإشياء صغيرة اللي هي نظافة. لما بفرش سنين بترك شوية دواء سنين على السنين إذا كان مبيض، إذا كان عادي لا فرشي وبخد وقتي بالفرشية. أما لما بكون عندي whitening للسنين يلي مبيض، بترك شوي الدواء وبرجع بعدين before to spit it، قبل ما شيله بترك هالدقيقتين برجع بعدين I wash. بنتقل للحمام. أخذت الحمام، دفيت منطقة الوجه إذا كنت بدي أحلق، لأنه هالمي السخنة عطيت شوية stimulation. بغسل وجهي بمي فاترة، وإذا كنت أنا عندي دقن ومش الأوقات اللي أنا بدي أشتغل على رسمة الدقن، بكون بس عندي الفيشل هير اللي هون وهالنقطة اللي حد قرب السوالف، سو مش ضروري حط صوب فيه، بس هيك برزوار أعمل هيدا البارت الصغير شيل الفيشل هير. أما العنق من المفروض أنه يتنظف، يعني ما مفروض ينترك الشعر واصل لهون مع اللبس يلي منلبسه، لازم نعطي شوي هيك كأنه عطينا وقت لهالدقن، يعني شوي أنه نخفف عند الرقبة. بداية وصلت لبلش أني أعتني، لأعتني صباحا ما عندي كتير وقت مثل عشية، مفروض يكون عندي موس غسل وجهي فيه، مفروض اني كب شوية مي فاترة على وجهي، غسل بالموس بحركات دائرية، ارجع شطف الوجه، واذا عندي سبراي مي بخاخ بنشط الوجه تعطي شوية انرجي لبشرتي من عبكرة. اما ديودرنت بستخدم ديودرنت لما بدي استخدمه، ما بترك ايدي نزول ليجمع تحت القبطه، خاصة إذا عم بلبس ملون بدي أعلي إيدي طلوع وأتأكد إني أنا مرقت الديودرنت بشكل إنه ما يتجمع ويعمل هالكريس يلي بتصير وبتترك أثار على اللبس. At the same time إذا عندي كتير شعر تحت القبط ما في خجل إني to shave it، لأنه shaving it بيترك عندي ثقة بالنفس لريحة الجسم النظيفة، هيدا شيء من الضرورة. أما الشعر المتزايد اللي بيكون على الصدر إذا كان خفيف وما مسكناه قبل، فينا أبداً ما نتعرض أنه نقصقصه لأنه بيسمك وبيصير يطول مع الوقت، مع أنه هالمقولة ما بيعترفوا فيها الأشخاص ولكن هي حقيقة. ولكن إذا سبق وبلشت قص، مفروض أنه قص الشعر اللي بيكون على الصدر ما يكون بالرازوار، يكون بالمقص لحتى يضل هالفيشل هير موزع بطريقة مدروسة.
انتقلنا لاني كيف بدي اهتم بشعري. لما بغسل شعري مفروض انه اذا كنت انا من الاشخاص يلي بحط موس مفروض اني شعري يكون ويت دايما، ما نشفه بالسشوار قبل ما احط الموس، اوضع الموس ارجع هيك اعطيه شوي ماسي، اعمله ماسي بالموس واتركه شوي، ارجع بعدين اخذ باصابعي مش بالمشط مثل ايام زمان تما بين اولد فاشن، اعطي هيك بايدي وادرك ادرس معالم وجهي وحلل وجهي. اذا وجهي طويل ما بترك الشعر يتراجع لورا، اذا وجهي مبروم بعطيه بوث سايدز، اذا كان وجهي عم حس تراجع بهالمنطقه بالشعر لما بخلص من وضع الموس بايدي بكبس شوي صغيره لقدام لحتى خفف من التراجع يلي شوي بيزعج بعض الاشخاص. من هون عندي اتجاه لاطلع بحواجبي، فرجح حواجبي، بجرب اني ما قص ستريت، ممنوع قص ستريت، ممنوع اعمل واكسينج لحواجبي حتى يصيروا ستريت، مفروض انه يضل في شعر مش بوشي يلي بيبقى كتير هيك متطاير، قص شي بسيط الشعرات الطوال، ومش غلط اني اشقل حاجبي من هالمنطقه، شيل كم شعره لعلي الحاجب لانه هيدا شيء بحلي وبيعطي ستيتمنت. بس بده يكون يعني شكل الحاجب مثل ما قلتي مدام ليلى، ما بده يعطي على ناعم، ما بده يعطي على رفيع، ما بده يعطي انه هالقد كمان كثير منتظم. هيدا ضروري، يعني هيدا الستريت حاجب مش مطلوب، ومش مطلوب نشتغل كثير على الحاجب، مفروض اذا في كثير هون بالنص في خفف لانه بيعطي ارتب، مفروض اذا الحاجب كثير موصول نزول تعلي شوي، شيل وبرتين بس مش مطلوب انه انا جلس كثير الحاجب. مع انه واحد بيتفاجئ مثلا باوروبا بايطاليا بتشوف الرجال حواجبهم رفاع وفيري ستريت، بتتفاجئي يعني كانه الحاجب لامراه على وجه رجوله، يعني بتشوفيهم يعني بالاسلاك العسكريه هيك، يعني كانه مفاهيم الجمال والعنايه مختلفه. وانا هون بدي اقول اذا كان وظيفه الشخص موديل بحق له يعمل ستيتمنت وكاركتر له وهالاشياء، اما نحن الشعوب الشرقيه نحن العرب بنحب مور ماسكولين بس مش المفركش، بنحب المرتب. هون بننتقل للقسم الثاني، انا مش مرتاح بجسمي، حاسس عضلي ضعيف اما حاسس جسمي ممتلئ وانا بدي اشتغل عليه، لازم احفظ شيء كثير مهم هو يو لوز ويت ان ذا كيتشن، لانك this is where you gain weight. So you lose weight and you gain a well fit بالجيم. So لازم اعرف انا شو بدي اكل بالمطبخ يلي هلا رح نحكي عنها بعد ما ناخذ الاتصال. مليون بالمية. صباح الخير. الو صباحو. يا هلا. بدي اسال اذا واحد عم بيعاني بنشفان بقشره بعد الحمام شو في يعمل؟ شو في طريقة هيك ليخفف الحكاك والنشفان؟ نعم. عادة لما بيكون في نشيف بكعب الأرجل معناتها لازم إذا دخلنا على بيوتي سنتر نعمل شيء اسمه بارافين. البارافين بيتسقطوا الإجرين، بهالبارافين يلي يبقى مسخن بياخد كل الأبسوربشن، ولكن من المستحب ينحف كعب الأرجل، ينشيل الجفاف وبالبيت ينوضع مثل فازلين مثل كل هالإشياء، ولكن مستحسن نسخنهم بملعقة. رح ننتقل للحديث كيف تو ريمين ويل فيت. هالشيء معناته انا بدي اقسم حديثي لقسمين، شو بدي البس وكيف بدي اتعاطى مع حالي. كيف بدي اتعاطى مع حالي؟ يعني بدي اعرف شو بدي اتروق على بكره. البدايه هي تعطي مويستشر لوجهي لانه انا بدي رطب وبدي احمي على بكره، سو بدي اخذ مي لحتى رطب من الداخل، وهالشيء هيدا بيساعدني كثير. اذا كانت هالمي فترة شوي مع شقفة حامض بتكون مستحبة، تحس هيك بهالنظافة اللي بكون عم بعطيها لجسمي. أنا بحب كتير الأوتس، يعني إذا أخذنا الأوت ميل أو اللبن، يوم لبن يوم أوت ميل. نحن هون ما عم نحكي دايتشن، عم نحكي عن صحة الفايبرز والإشياء والإشياء الصحية اللي منخدها، لأن بدي أحط عليها بنانا، ناتس،
بلو بيريز، يعني راس بيريز، شوفان والحليب، شوفان وكب على، وفي القوت ميل عملوا بحليب وحليب فيكون سكيمد، يعني هي بيرجع كيف واحد هو مرتاح. ورش عليه بزر الكتان، بزر التشيا، هاي الاشياء، حط شوي جوز شوي لوز، هاي الاشياء اللي بتعطيني هالانرجي، وباخذ الانرجي من جوا ومن الاشياء اللي عم بحضر لنفسي فيها. انتقلنا من هاللحظه هون صار في اخذ الكافيين، يعني باخذ القهوه ما بعد اني كون دخلت على جسمي البريكفاست المضبوط، او بيكون لبن يوغورت عم حط عليه هالمجموعه، او بيكون اوتميل. هاي الشيء صحي، يعني مش بالضروري نتعرف كتير على بعض لما بدنا ناخذها لكل الاجسام. هون قلنا الجزء الثاني هاو تو جيت ويل فيت، بدي روح على الجيم، لازم مرتين لثلاث ايام بالجمعه اشتغل على جسمي تحافظ على العضلات، مش الاوفر عضلات، لانه منه جميل، منه جميل نظهر ولابسين تيشيرت وعم تبين عضلاتي كتير كبار. الجزء اللي بفتكر اليوم ما عندنا كتير وقت نحكي عن كل التفاصيل، ولكن هون انا بدي اقول انه وصلت للمساء بدي نظف وجهي، بدي حط سيروم بسيط يغذيلي بشرتي، ولكن بدي أعمل سكراب مرة بالجمعة، سكراب لنظف البورز ليضلوا البورز خاليين من الزيوت، وبدي أحمي وجهي بالنهار وبالليل، بدي أحميه بالغذاء يلي بستخدمه من السيروم، بالنهار ببروتكشن، وما أنسى أني حط عوينات شمسية، هاي أساسية أساسية، وأطلع بوجهي أعمل الأوبوزيت، يعني إذا بدي أختار العوينات، إذا وجهي مدور أختاره ريكتانجولر أو أختاره سكويرش لحتى يكون عكس شكل الوجه. وبالنهاية ما بدي إلا ما أقول أنه to look good لازم ننتبه ما نلبس كتير هالأوفر سايز، ما نلبس كتير السكيني، ولكن بالمجتمع شخصيتنا الكونفيدنس تبعنا هي ما يكون عنا أروغنس، لأنه الأروغنس هو ضعف، شو ما عملنا باللوك تبعنا يكون في عنا هالكايندنس يلي بيعطي قوة، يلي هو بيعطي هالساتيسفاكشن لوجودنا بالمجتمع. مقدمة ممتازة للعناية، عناية الرجل بنفسه، صحيح، لحلقات كل مرحلة يعني كل بتتقسم لفته. شكرا كثير مدام ليلى على هالفقرة اللي دايما مميزة بحضورك.